وسهلا ومرحبا بكم في برنامج بوديوم، موعدكم الأسبوعي مع رياضات الفردية ورياضة المعوقين. في فقرة بصمة باش نتعرفوا على البطل العالمي هشام عامر في اختصاص سباق السيارات، وأخيرا فقرة زوم على العالم مع مجموعة من الاختصاصات الفردية. مشاهدة طيبة للجميع. إحياء المنافسات والتظاهرات المغاربية بالإضافة إلى إنشاء صندوق لتمويل الأنشطة الرياضية والشباب. هشام، برشا ناس يحبوا يعرفوا شكون هو هشام عامر. نعرفوا أنه رياضة سباق سيارات عمرها كبير في تونس 100 سنة تقريبا، لكن برشا ما يعرفوش نشاطاتها وما يعرفوش هشام عامر. والله أنا هشام عامر تونسي، وشرفني نكون تونسي معناها قبل كل شيء. مولود في جربة، أصلي من محرس معناها من الجنوب. رياضة السيارات ما نكذبش عليك، أنا ملي أنا صغير ملي عمري 7-8 سنين معناها مغروم بالكراهب، نتبع نشوف بشوية بشوية معناها تدربت. دخلت 2008 للنادي الوطني التونسي للسيارات اللي كان هو يشرف. النادي الوطني التونسي للسيارات عنده 100 سنة صحيح، اللي انا ما نكذبش عليك عبت عليه في برشا حاجات، معناها مونك بتاع تنظيم بطولات وطنيه، ما تقاموش بطولات وطنيه. معناها مثلا نجم نجبد لك موضوع تونس، ونعاود نقولها راهي تونس من الاولانيين في رياضه السيارات. من 3 جوان 1928 تنظم اول سباق سيارات في تونس، معناها من قبل الاستقلال، وتواصل النشاط حتى ال 38، وبعد 1955 تنقل للبلفيدير. كان لبس عليه اللي يجي يمارس الرياضه هذه؟ شو انا الكلمه هذه نتاع لبس عليه ديما تتعاود لي وتتسال لي، انا نقول لا، راهو سيتون كيستيون دو فولونتي، معناها انت واش تحب. الكارتينغ مثلا هي شنيه؟ الرياضه الميكانيكيه تبدا بالكارتينغ، راهي الباز نتاعها كارتينغ. كارتينغ سي سيلندري صغيره ونوع خاص من السيارات الصغار اللي يبداو بهم، اللي عمرهم 8-9 سنين يبداو يتعلموا بهم الرياضه الميكانيكيه. سيارات هذوك رخاص، معناها مليون ونص زوز ملايين تنجم تشري سياره هذيك. حتى مع العائلة هذه، حتى مع المدام تتفرجوا. والله هذيك هي، أنا معناها عندي الوقت اللي نجي فيه للدار معناها نتاع ساعة من زمان، معناها هذيك هي، معناها ماذا بيا نتفرج الحاجة اللي ترتاح لي. نحب الأخبار، لا مسلسلات، لا حتى شيء، معناها كراهب ماذا بيا ديما، حتى كي نتكا تاخذني عيني ماذا بيا صوت الكراهب يبدا يدور في ودني. إشراف، توا ما تقلقش راجلك في الدار يوميا، حتى في القاعة الرياضية اللي خاصة به سباق سيارات تتفرجوا سباق سيارات، تقلقش؟ والله ليه ما نتقلقش، خاطر بيسكو ذيك هي هوايته، دونك نخليها على راحته. اون بليس نهار كامل يخدم، دونك ذيك الديفولمون الوحيد اللي عنده. تشوفني انا فرحانه هي تبدا فرحانه، معناها الحاجه الوحيده اللي تقول لك نعرف هشام بدا شيخ بها هي الكراهب. دونك ساعه نقام حضرت لي فيلم تاع كراهب ولا حاجه باش تخليني ديما في الامبيونس. انا كل يوم نتخيل بابا شو اللي الاول هذا الاول عامل قوس مع بعضنا. انا نختار الكرفه، نختار الروج هذايا، نقص شوية سير، فوالا شوية بشوية يمشي، اكسيليري هذيك الليني بلو حاول تبعها، فوالا اما ديما فريناج اكسيليراسيون فريناج، نعمل ديك خلو باهي، فهمت؟ فوالا تراجيكوار فريناج نطيح فيتاسات. في تونس توا يدربوا الرياضه هذه، اللي يحبوا يقبلوا على الرياضه هذه؟ والله فما موجود بالنسبه لي نحن المدربين توا، بيسكو احنا جامعه جديده تعملت، معناها حديث النشوء نتاعها حديث برشا، معناها ديسمبر. المدربين شكونهم؟ هما احنا اللي بيلوت اللي بدينا قبل.
جي با بري بوكو تو. لا لا صافا صافا. هشام عندك برشا ظهر لي محبين وبرشا صحاب. باهي شويه برك الوقت غلبنا معناتها جات الحكايه مزروبه برشا سينو يجيوك لهنا اون سونتين على الاقل. اون سونتين تراسيك بوبليك ونحلوا في استاد والناس داخله لداخل وهشام هشام. Ben, c'est tout à fait normal, c'est notre champion, c'est le champion du monde en plus. Faut pas oublier les joueurs du championnat du monde. واحد ما ينجمش يقول اكثر من اللي عمل لي هشام. سي سامبل خدم سبور ميكانيك وتوا هو مازال فيه وان شاء الله نقعدوا فيه الناس الكل. توا كي ولا هشام جا وصارت الفيدراسيون جديده وسمعنا به اللي هو عمل الكلوب نتاعو معناها جينا التحقنا به. توا ولينا نشاركوا ديجا معناها في الكارتينغ وبرشا التحقوا بينا جدد و فما نوادي ديجا تو باش تدخل جديده. ديجا معناها هشام برمي لي بيلوت احسن بيلوت اللي عندنا فهمتني، كل سوا معناها في الايطالون اللي عنده كل سوا في التربيه وفي المعاملات مع العباد فهمتني. هو خدم السبور ميكانيك وان شاء الله يلقى معناها اللي تعب عليه واللي عامله ان شاء الله يلقاه معناها حتى في معناها في الدومين نتاعو. انا نخدم في الرياضه نتاعنا ونحب كهشام عامر كي نطلع للبلاد نشرف يقولوا شكون البيلوت هذا، يقولوا هشام عامر منين تونسي. انا ما نكذبش عليك 2008 معناها اول تجربه ليا في رياضه السيارات جات المدرسه الكبيره فيراري عملت ستاج لهنا في تونس ب 27 سائق معناها دي بيلوت 27 بيلوت. كنت انا من الاولانيين اللي فزت بالتظاهره هذيا وأول تونسي تستدعاه معناها مدرسة فيراري السنغابور الفورمولا في الليل معناها. ومن بعد حصل لي شرف اللي استدعتنا الجامعة الفرنسية للرياضة الميكانيكية في فيدراسيون فرونسيز بور اوتوموبيل أنا وثلاثة بيلوت أخرين شاركنا في الكوب دو فرانس في فرنسا مع دي جرون بيلوت فرنساوي فرانسيس. حصل لي زاد الشرف اللي جيت الأولاني parmi les trois pilotes اللي طلعنا جيت الاولاني هزينا درابو تونس عالي في فرنسا زاد اول مره يتهز درابو تونس على بوديوم في فرنسا وحصل لي شرف حتى معناها المنظمين الفرنسيين غاديكا عجبنيهم معناها قالوا كيفاش تحضروا في تونس كيفاش ما عندكمش مضمار خاطر احنا مشكلتنا الكبيره في تونس هو المضمار خاطر كي يتوفر عن المضمار اللي هو السيركوي في تونس نجموا نخدموا به الرياضه نتاعنا هذيا. مشيت بمجهود خاص انا وبيلوت واحد اخر سليم غزاي مشينا للمغرب شاركنا في ليجند كار اللي كانت اول كونتاكت معناها مع السياره هذه اللي هزيت بها تيتر شامبيون دي موند في امريكا لاس فيغاس. كانت الانطلاقه من غديكا 2012 دونك اخر 2012 ديسمبر مشيت للوس انجلوس ومن بعد التحقت بهم التحقنا تقابلنا في لوس انجلوس مشينا مع بعضنا لاس فيغاس شاركنا في البطوله هذيا لنهائيه بطوله عالم ليجند كار. عملت نتائج باهيه كملت سابع عالميا ثاني في الكاليفيكاسيون والحمد لله ربي وفقني وهزينا درب تونس كان لي شرف. و2013 البطوله هذيا 2013 السنه معناها اسمي باش يكون مكتوب على الكوب هذيا معناها اسمي كهشام عامر تونسي بيلوت تونسي باش يبدا مكتوب عليها الكوب هذيا وهذيا هي موجوده تو في امريكا لاس فيغاس واسمي مكتوب فيها وان شاء الله سنين نعاود نلعب على التيتر هذيا ونحب نعمل نداء للي سبونسور يعاونونا راهو كيعاونونا راهو يعاونوا في تونس وولاد تونس ماهمش يعاونوا لا في هشام عامر لا في زيد لا في عامر راهو يعاونوا في الرياضه هذيا.